ورنة عند مصيبة، رنة عند مصيبة، عند موت قريب أو موت من له قيمة في المجتمع. الواجب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يأتون بلفظ يسخط الله سبحانه وتعالى من النياحة ومن الأصوات التي فيها إظهار الحزن. الرنة، الرنة رنة الشيطان كما في الحديث. فالواجب عند المصائب أن الإنسان يتذكر قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتذكر أيضا فجيعة الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما أبدوا جزعا ولا سخطا، مع أن الرسول أحب إليهم من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، وهو زينة الدنيا عليه الصلاة والسلام. فلما مات الصحابة ما جزعوا لقوة إيمانهم رضي الله عنه، ما مات ميت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما جزعوا بل أمسكوا عن الجزع ودفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه ودفنوه عليه الصلاة والسلام، وما أظهروا جزعا ولا سخطا. نعم. وقال أبو بكر الهذلي: قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن ها هنا خمش وجوه وشق جيوب ونتف أشعار. أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم، يعني من النياحة والندب وغير ذلك. نعم. قال: لا، ولكن ها هنا خمش وجوه وشق جيوب. نعم. ونتف أشعار ولطم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. ونتف أشعار ولطم خدود. ونتف أشعار شعر الرؤوسهن، ينتفن شعور رؤوسهن من الجزع. نعم. ولطم خدود. نعم. ومزامير شيطان. نعم. هذه كلها من أمور الجاهلية. نعم.